الحمد لله اليوم انا اديت الواجب تاعي ونتمنى كاع خوتي المعوقين والمكفوفين يعني ماذا بهم يتلاحقوا يعني لان هذه المشكله هذه مشكله تخصنا احنا تخصنا البرانيين هذه الوطن تاعنا احنا ماذا بنا الوطن تاعنا يكون فيه رئيس وان شاء الله نتمنى الرئيس اللي يجي ان شاء الله يكون فيه الخير ويخدم العباد ويخدم البلاد ان شاء الله ونتمنى الخير للجزائر ان شاء الله احنا تشوفينا رانا مرضى بصح نتمنوا حاجه الجزائر ان شاء الله ما تمرضش يعني الجزائر هي راها ام قبل الام هذا الشيء اللي نطلب ان شاء الله يعني الله يوفق البلاد ان شاء الله وربي يحفظنا ان شاء الله من العديان والعين ان شاء الله نتمنى كاع للجزائريين ينتخبوا ان شاء الله لان هذه مصلحه البلاد ومصلحتنا احنا هذا واش نقول ان شاء الله نتمنوا الخير لبلادنا والشباب ان شاء الله وماذا بهم يشوفوا فينا احنا ان شاء الله خاطر احنا ما عندنا السلاح عندنا سلاح واحد اخر هو سلاح دعوه الخير مع ربي احنا رانا نعطوها ان شاء الله كل اللي يوقف معانا واللي يعاوننا رانا راه دعوه الخير معاه وبارك الله جا فوت اليوم واه فوت واني فوت على بلادي وعلى ولادي ورنت بنت شهيد ومرأة كبيرة راني من وقت بدت في فرنسا أنا لقيتني مولات 10 سنين وراني فوت وما عاد ما خاصني مير طايعة هي هذه هي ثاني